السيسي بيتلحقوا لعنات أهل غزة. أنا رأيي والله لسه بقول رأيي ولا زلت، وأنا أتفق مع الأستاذ جمال حمدان، دكتور جمال حمدان، إنه مش السيسي الفرعونية في رأي جمال حمدان منظومة وليست شخص. السيسي بمنظومته الأمنية والعسكرية، أنا قلت اللي عندي أهو، تطبيقا لنظرية جمال حمدان، الفرعون ليس فرد ولكنه منظومة. وفي القرآن الكريم آل فرعون وقوم فرعون، فمنظومته الأمنية والعسكرية تلاحقها لعنات أهل غزة وكل أهل الأرض، لأنه السيسي بمنظومته العسكرية والشرطية الأمنية بيشاركوا في تجويع أهل غزة وقتلهم بالحصار والجوع ومنع دخول المساعدات. أنا شخصيا اللهم إني أبرأ منك من السيسي ومنظومته الأمنية والعسكرية، بس لا أستطيع أن أفعل أكتر من كده. الرجل بيمنع بمنظومته الأمنية والعسكرية دخول مساعدات، وأنا ببساطة طلعت مظاهرات حشدة في العاصمة الأردنية عمان قدام السفارة المصرية تطالب بفتح معبر رفح. تفضل. على ماذا لا؟ غصتنا تحت الحصار. غصتنا تحت الحصار. غصتنا تحت الحصار. غصتنا تحت الحصار. يا مقاومات الثار. يا مقاومات الثار. يا مقاومات الثار. يا مقاومات الثار. أطفالنا أكلة الأحجار. أطفالنا أكلة الأحجار. لكن أنا زعلان من النشطاء دول اللي تظاهروا عند السفارة المصرية، لأنه ببساطة جديدة جدا الأردن مشاركة. المظاهرة دي في عمان عاصمة الأردن، النظام الأردني مشارك. لا يجب تحميل السيسي لوحده، جامعة الدول العربية مشاركة، كل الأنظمة العربية مشاركة في التجويع ده. عشان بس إيه؟ ما هي بسيطة أنك تحمل واحد المسألة وتخلص. حتى لو أنت محمل السيسي، طب هو طلع بكل بجاحة النهاردة قال لك المعبر مفتوح وأنا مش مانع، هروح من ربنا فين؟ أول مرة يتهم إسرائيل صراحة بأنها هي اللي منعه. اسمعوا كده. يعني أقول لك ربنا مدينا مثال حي لناس مش عارفين يدخلها أكل. الإيه؟ الأكل الإيه؟ الأساسيات، شوية قمح أو شوية دقيق وشوية زيت عشان يعملوا لقمة عيش ياكلوها. معلش، طب وأنت كده راجل يعني؟ لما بتقول طلع تقول مش عارفين يدخلها أكل، أنت مش رحت قلت للمصريين يا الجيش ينزل يشيل كل ده في ست ساعات، ولا أنت ذكر على المصريين بس؟ طلع تقول بمنتهى البجاحة كده مش عارفين يدخلها أكل. ليه؟ ما عندكش جيش؟ ما عندكش أسلحة؟ ما عندكش رجالة تاكلوا الزلط؟ ما عندكش رجالة بتنزل تخوف شوارع مصر بتنايم مصر من المغرب؟ ما عندكش رجالة مانعين راجل أو ست تنزل تعمل مظاهرات في مصر؟ طلع تقول مش قادرين ندخل، مش قادر. واقف عامل راجل يا اخي، الله يخليك ارحمنا بقى، عامل راجل وانت طلع تعترف انك عاجز، انك مش قادر على جيش جماعة مقاتلين بشباشب منايمينه من المغرب في ليلة واحدة بس، وقعوا منه 24 واحد بشباشب تحت الارض متحاصرين بقالهم 15 سنة، لا بيتدربوا ولا بيستوردوا سلاح ولا اي حاجه في الدنيا، عيال بترنجات قديمه وشباشب بصباع نيموا جيش اسرائيل من المغرب، اوقعوا في ليله واحده 24 شخص. طلع تقول انت بعد كل جيشك ده اللي انت بتستعرضه مش قادرين ندخل، مش عارفين نعمل، خلاص يعني انت مش قادر، يعني انت عاجز، سيبها بقى. ولا انت ذكر على المصريين بس كده؟ يستطيع احد بفضل الله سبحانه وتعالى ان يمس الدوله المصريه.
التخطيط معمول ان الجيش يفرد في مصر، يفرد مصر خلال 6 ساعات. يا ولد يا ولد يا جامد قوي يا جامد قوي، يفرد في 1,000,000 كيلو خلال 6 ساعات. بس عند غزة مش قادرين احنا مش قادرين ندخل الاحتياجات الأساسية، ده احنا عاجزة. امال الجيش اللي انت عملت ترمي له سلاح ده بيعمل ايه؟ سيسي ما خرجش حتى يقول كلمتين دول عشان احساس بالذنب، لا لا سمح الله، وبيحس بالذنب ده مرسل بالسماء، ده أتى من الغيوم. انما خرج بعد ما اسرائيل هتكت عرضه على الملأ وشيلته الليله كلها في محكمه العدل الدوليه، ومحامي السيد طلع قال مصر هي المسؤوله عن المعبر. بعد ما اسرائيل بعته في المزلقان طلع يقول لك مش عارفين ندخل، مش عارفين. انما كلام السيسي ما دخلش على حد، والاف من النشطاء على وسائل التواصل هجموه وقالوا ده لو عايز تدخل مساعدات كنت هتعمل كده باي وسيله، زي ما كتب محمد كده قال لك هيعيط من الايمان والتقوى وعند الله تجتمع الخصوم. لو كنت تريد ادخال المساعدات لاستطعت باي طريقه كانت، ولكن هيهات اشباه الرجال. والله يا محمد ما تقلقش قوي، ده ما حصلتش اشباه الرجال. ده طالع يقول لك مش عارفين يدخل الاساسيات، ده واحد طالع يعلن رئيس يملك اقوى جيش في منطقه العرب، رقم واحد في العرب، رئيس جيشه أخذ سلاح من 10 سنين ما خدوش 40 سنة. تقول لك مش عارفين ندخل، مش عارفين نعمل. لما أنت عاجز كده وقاعد خانع وجايب على بطنك، خلاص سيبها لغيرك، سيبها الراجل، اتركها لرجل. والله لأن الجيش بتاع رجالة، الجيش مصنع الرجالة. أما عشان أنت جيت منين يظهر بقى الجيش له مصانع خط تاني إنتاج أشباه الرجال؟ ما حصلش أشباه الرجال اللي عرّتهم إسرائيل وفضحت توسلاتهم، أو فضحتهم التوسلات بتاعت المعبر، الناس على المعبر وبتتوسل. اسمع كده، لو أنا السبب في أن أنا ما دخلش لقمة عيش لأقدر أدخلها لغزة أروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر معبر الرفح مفتوح على مدار 24 ساعة في 7 أيام في 30 يوم. لو انا السبب في ان انا ما ادخلش لقمه عيش لاقدر ادخلها لغزه اروح من ربنا فين؟ لا والله، مصر معبر الرفح مفتوح على مدار 24 ساعه في 7 أيام في 30 يوم. بس انت خلاص، انت وقفت ملط. الجيش بقى واضح انك انت الجيش ده بتصمم دلوقتي عشان يقتلنا احنا، يقتل المصريين، يمنع مظاهرات، يقتل المصريين. لكن تطلع مع اسرائيل اللي هي بتعمل معاها الجلاشه من شباب بشباشب، ما تقدرش. فانت ما تقدرش، خلاص انت اعلنت بجيشك باسلحتك انت ما انتش قادر، خلاص. والله عار على الجيش المصري، عار على جيش مصر ان يطلع واحد الرئيس الاعلى القائد الاعلى يقول كده مش قادر.